الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. إن هي كأوبات ركن سين أغمي سين إسلام أمنا إن بقبوأسها رمضان. الصيام ينقسم إلى قسمين. إن بقبوأسنا باغي سين مقدوع. فرض ونفل. فرض من واجب ومن سين نافلة. من الفرض صيام رمضان. دينها من فرض هو واجب أمنا إن بقبوأسها بلن رمضان. يجب أن يصوم رمضان من أذان الفجر إلى أذان المغرب في كل يوم من أيام رمضان. واجب كان يوم بؤسا دين نمانها أذن سين فجر سنبيل بأذن سين مغرب أدلو يدوها لهم سين بولان رمضان إذا كان قادر على الصيام. أما العاجز عن الصيام هذا يطعم عن كل يوم مسكين يتصدق عن كل يوم مسكين. أما يتو بان سوبا ما كغاوسا نيم إن مقبؤسا سبان سوبا ما دين يكغاوسا مقبؤسا نهينا ونيا مقديل نجسيا مكسرح كسيها مغا مسكين. والله أعلم.